تقول شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طويل هذا، لكن باختصار أن الإنسان يعني يأمر بمعروف صج، لا يأمر بمنكر، يكون عنده علم يعني، لابد من العلم. الشيء الثاني لابد من الرفق أثناء الأمر، لابد من الصبر، أنه يصبر على ما يأتيه من الأذى. لأنه قال وأمر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فيه يعني يتحمل الإنسان الأذى. ثم الإخلاص والصدق، هذه خمسة أمور يحرص عليها المسلم: الإخلاص، الصدق، العلم، الرفق، الصبر. فإذا اجتمعت فيك هذه الأمور إن شاء الله تعالى تبلي بلاء حسنا إن شاء الله تعالى.